شيخ تعرف على واحد بالانستغرام، خيل عليه، استدرجه وعطاه ايباد. بعد اسبوع قال له تعال ما يا الولد، دز له مباحث اللي هم من الداخلية تبع ثامر، راحوا وكلبشوا ودوه على بنا مخفر السالمية، ودوه عند القصر، مسكوه طقوه طق علشان يمارس الرذيلة معه الشيخ ممحون. انا اقول لك التفاصيل الان، الشيخ بالنيابة، بنيابة الجهرة، الولد تم اختطافه من قبل مباحث الجهرة من القيروان، من منطقة القيروان، اسمه داود عشكناني، لكن الولد لأنه بدون استضعفوه وطقوه طق لين قال بس، إلا أنك تمارس الرذيلة مع الشيخ اللي اسمه فهد وهدوه انحاش. أنا أتكلم الكلام هذا، أنا أشكر رجال المباحث على إلقائهم القبض على تجار مخدرات مليونين وما أدري كم حبة، لكن أنا بسأل وزير الداخلية، المليونين هذول شلون دشوا؟ وحق منو رايحين؟ ومنو المستهلكين؟ يا ثامر الوزارة هذه كبيرة عليك، أنت عندك وكيل مدرسة، ناظر مدرسة خاصة، روضة تقعد فيها تتونس تاكل شوكليت. قضايا مثل هذه، رجل يخطف علشان يجبر ليمارس رذيلة، كميات من المخدرات تدخل بالبلد، وين أجهزتك الأمنية؟ لا أنت لا النهام ولا إدارة المباحث ولا الجمارك. يا رجل اللي مثلك، اللي مثلك مو يفترض يلبس كمام، يفترض يلبس برقع برقع برقع. هذا الكلام انا مسؤول عنه، واذا طلع اي خبر من اللي انا قلته او تفصيل لكم حق علي. الان الشيخ قاعد يحقق معاه في نيابة الجهرة، الان الان وانا اتكلم.